طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هو دوت مسألة ال indexed file organization، بيديك السؤال كده تمام. بيقول لك مثلا أنا عايزك تضيف لي الأرقام ديت وتمسح لي الرقم دوت. بيديك التيبل دوت وبيديك البرايم داتا بلوكس. ماشي، خلينا كده نوضح كام حاجة. يقول لك إن هنا عايزين نفهم بس حاجة، هي انا عندي هنا دي الاندكس. الاندكس ده بيكون مكتوب فيه ايه هو الهايست كي اللي عندي. يعني خلينا نفتح كأني بقول لك ده ملف في 1 2 3 4 5 6. حلو، ده ملف. بقول لك اعلى رقم هنا كام؟ اعلى رقم هنا 6. فهقول لك والله اعمل لي اندكس كده، او اعمل لي زي دليل كده، او خانه او صفحه زياده مثلا في الكتاب، تقول لي فيها ان الهايست كي هنا 6. طيب كده فهمنا المفهوم ده. طيب نفترض اللي انا عندي كده، عندي اول رو في 1 2 3 6، تاني رو في 7 8 9 15 30، تالت حاجة فيها، طبعا نمسح من هنا رقم، هيكون فيها 35 40 45 50. حلو حلو. فباجي بقول لك هنا ايه، قول لي اعلى رقم في الرول الاول. ونفترض اسم الرول الاول ده هيكون اكس، وده واي، وده هيكون اسمه زد. فالهايست كي ان اكس، تمام، نعملها بقى بلون مختلف كده. الهايست كي في اكس ايكوال كام؟ اعلى كي في اكس، اعلى كي في اكس يا سيدي هيكون ب 6. طيب الهايست كي ان واي اللي هو في الرو الثاني 30، الهايست كي ان زد 50. حلو حلو. طيب دي هتكون، احنا قلنا عندنا مثلا ملف، نفترض ان الملف ده هوم اريا. حلو حلو، يعني هوم اريا. فبقول لك والله الهوم اريا دي كل رو فيها، كل سطر فيها يقدر يشيل 4 ريكورد. حلو، ادي اهو، اول رو شايل 4، تاني رو شايل 4، تالت رو شايل 4. طيب نفترض ان انا عايز احط هنا ريكورد رقم 5، ريكورد زياده. حلو، فالريكورد ده نفترض انا الملف بتاعي عامه اللي احنا بنتكلم فيه ده اسمه ملف اسمه ISAM file. ISAM file indexed sequential access ايه memory، ده الاختصار. الايسام فايل عبارة عن ايه؟ فايل متقسم، ممكن تقول ان ده كتاب مكون من 3 صفحات. اول صفحة فيها الاندكس اللي هو ده، تاني صفحة فيها الهوم اريا اللي هي دي، تالت صفحة فيها حاجة اسمها overflow area. overflow area، هل انا دلوقتي محتاج اضيف ريكورد؟ افرض انا دلوقتي مش عايز اضيف ريكورد هنا، فيبقى الاوفر فلو بتاعتي اريا شكلها عامل ازاي؟ هيكون كده فاضيه، ما فيهاش اي حاجه. ليه؟ لان انا مش عايز احط فيها ريكورد حاليا، او ما فيهاش ريكورد زياده تضاف. معنى كده ان انا هنا هيكون عندي هايست كي في الاوفر فلو وهايست كي في الهوم اريا. يعني انا المفروض هنا اقول له هايست كي ان اكس اللي هي بتاعت ايه؟ في الهوم اريا، وهنا برضو ايه في الهوم اريا، وهنا
الهوم اريا. طيب الاوفر فلو اريا ما فيهاش حاجه، بس لازم برضو اقول ان نفس الداتا ديت اللي هي الهايست كي ان اكس 6 اقولها له اه، يعني انا بعتبر ان الهايست كي بتاع الهوم اريا هو نفس الهايست كي، هو نفسه اعلى كي يعني في الاوفر فلو اريا، في حاله ان الاوفر فلو اريا ما فيهاش اي داتا، فبالتالي انا عندي برضو هايست كي اوفر فلو، خلينا نختصرها بس كده، هتبقى 6 ان اكس، ونفس الوضع ناخد الكلام ده نكرره 30، هنا 50 اوف زد، وهنا اوف واي. حلو. طيب نفترض ان انا عايز اضيف ريكورد، هنا هضيف ريكورد، هضيف قصدي كي رقم 5، يعني بيقول لك انسرت 5. هتنسرت ال 5 ازاي؟ هتشوف اعلى رقم، يعني الرقم اللي هو اعلى من الخمسة، فاهمني؟ يعني اعلى كي هنا كام؟ 6 في اول رو اللي هو بتاع الاكس 6، وانت عايز تحط رقم كام؟ 5. يبقى من المفترض ان الرقم هيتضاف فين؟ هنا. طيب هنضيفه ازاي هنا؟ هتقول له والله انا هحطه كده، اكتب 5، احط الخمسة دي هنا. طيب في 6، الستة دي هتروح فين؟ هتروح للأوفر فلو اريا، بقت كده. تمام. معنى كده ان الهايست كي في الاكس دلوقتي بقى كام؟ بقى 5، فلازم تعدلها. والهايست كي في الاكس في الاوفر فلو اريا، اوفر فلو اريا اندكس بقى كام؟ بقى ايه؟ 6. هو طبعا عشان احنا اوريدي عاملين ديفولت 6، بس هو ايه الهايست كي دلوقتي بقى كام؟ بقى 6، ان انا عندي الاوفر فلو اريا اهي اتغيرت. تمام. فدي ايه بملخص سريع عن البايثون فايل. نجرب نحل السؤال. قال لك اهو ضيف لي رقم 181. انا اوريدي عملت ايه؟ فاضيه. فانسرت 181، هقول له هعمل ايه؟ انسرت 181، اشوف الهايست كي في النورمال اريا، النورمال اريا اللي هي الهوم اريا اللي احنا اتكلمنا عليها، والادرس اللي هو احنا مش قلنا هنا الادرس هنا بتاع دي بتاع الهايست كي اللي هو 5 في الاكس، فهو هنا قال لك في البي 1، لان البي 1 ديت تعتبر ايه؟ تعتبر الرو اللي احنا كنا بنمثله هنا، فاهمين؟ بس هو مقسمها حاططها في بوكسز ومسميها بي 1، احنا كنا مسمينها اكس واي زد وحطينا في مربع كبير، هو هنا مسميها بي 1 بي 2 بي 3، وهنا حاطط الادرس بتاع ايه؟ الهايست كي، وهنا نفس الوضع احنا قلنا دول بيكونوا زي دول في اول مره خالص. ف 181 نشوف هنا الهايست كي 178، لا طبعا لان انا عايز اضيف 181، فالمفروض يكون رقم اعلى من ال 181، 182 اه الرقم ده اعلى من الرقم اللي انا عايز اعمل له ايه؟ انسيرت. حلو، يبقى ده اللي ايه؟ هيتحط. ماشي، يبقى انا هعمل ايه؟ هغير فين؟ هغير في البي 2. يبقى انا كده اول حاجه في المساله في الحل هحط دي زي ما هي، وهحط دي زي ما هي، امال هلعب في انهي جزئيه؟ في الجزئيه دي هشيل 182 وطلع 181. طبعا حضرتك انت هتكون بتراسمها، انا بس كنت مجهزها بس في الفيديو فاضيه، فال 181 دي هتحطها. طب بالنسبه للهايست كي هنا غيرناه بقى 181، لان دي نورمال اريا هتبقى 181. طب الاوفر فلو اريا هتكون 182. طب الاوفر فلو بقى 182 دي تتحط في ايه حضرتك؟ طبعا ايه هيكون في شويه مأساة، لازم بحط هنا عباره عن هنا بوكس صغير فين؟ تمام، بوكس صغير ده نكتب فيه اوفر فلو اريا. تمام، نحط فيه اوفر فلو اريا او اوفر فلو بلوكس، مش هتفرق لان ده يعتبر بلوك. هنكتب فيه ايه؟ القيمة اللي هي 182 اللي احنا شلناها من هنا حطيناها، وحاجة اسمها اللينك.
وهنشرح يعني ايه لينك دلوقتي، بس هنعملها بماينس 1. ماشي، طيب نحاول كده نظبطها بحيث اللي احنا نحطها هنا. طيب هو انا مش عارف اظبطها بحيث اللي انا احطها جنب دي، بس هي لازم الجزئيه دي كده بتتحط جنب ده، تمام؟ طبعا مش بتتلزق، لكن بتتحط جنبها بحيث اللي انت تبين له ان دي برايم داتا ودي اوفر بلوك داتا. بس ايه، انا اظبطها في الفايل دوت لما اجي انزلها على جروب. طيب دي الاوفر فلو بلوك كده، عملت الانسيرت ال 181 بنجاح. عايز انسيرت كام؟ عايز انسيرت 186. طيب هعمل نفس الجدول، هرسم نفس الجدول. انا بالنسبه لي هاخده كوبي، تمام. عايز اضيف كام؟ 186. ايه هي اعلى كي؟ ايه هو الكي اللي هو اعلى من ال 186؟ ايوه ال 190. فهروح للداتا اللي هي البي 3، 184، 185، 190. هنشيل ال 190 ونحط لها 168. طب وال 190؟ 190 تتحط في الايه؟ في الاوفر فلو اريا. طيب معنى كده ان الهايست كي هنا بقى 100 كام؟ 186. معنى كده اللي انا محتاج اقول له ان انا بقى عندي اوفر فلو اريا، هحط له القديمه الاوفر فلو بتاعت القديمه، واقول له ان انا عندي اوفر فلو اريا جديده بقى اللي هي كام؟ 190. حلو. طيب في حاجه هنا نسيت اقولها في الاوفر فلو ديت. انت طبعا ديت لما هتيجي تعملها هتقول له ان دي اسمها فين؟ ثانيه، انا كنت بس بظبطها. المفروض هنا بتقول له ان الاوفر فلو بلوك ده اسمه V1، سميه V1، تمام؟ V1. فالمفروض ال 182 دي، تمام؟ مش احنا قلنا ان ال 182 هنا في الانسيرت الاولى اللي هي 182 هي اللوكيشن بتاعها في الاوفر فلو، ماشي. بس الادرس بتاعها اتغير بقى كام؟ بقى V1 مش B1، بقى V1. طيب الانسيرجن اللي هنا، الانسيرت بتاعت دي، احنا قلنا هنا الانسيرت 186، عملنا الانسيرت 186 في البي 3 خلاص، اللوكيشن بتاعها بي 3 زي ما هو. طيب ال 190، ال 190 اهي في الهايست كي بتاع الاوفر فلو، بس الادرس بتاعها بقى ايه؟ V2، لان انا ديت هتكون عندي اسمها V1. استنى بس نظبطها، تمام. وطبعا قلنا الجزئيه دي كده بتاخد تتحط جنب هنا، بس انا مش عارف احطها دلوقتي وانا بصور الفيديو. فال V1 اهي، طبعا ايه خليت ايه V1، ماشي. ال 182 V1، ال 190 V2، دي الاوفر فلو اريا اهي، وده بقول له الادرس الجديد بتاعها. وهنا ال 186 اهي. طيب تالت خطوة كانت انسيرت الكام؟ 183. عايز انسيرت 183. انا بالنسبة لي هاخد الكلام ده كده كوبي عشان كمبيوتر، طبعا انت بترسمهم من تاني. فاقول له انت عايز انسيرت كام؟ 183. طيب حلو، 183 الكي اللي هو اعلى منها. اذا انا هنا في بلوك ما اتشال، صح؟ في بلوك ما اتخدش كوبي. طبعا الورد ده شيء متخلف بالذات في الكوبي بتاعه، متخلف بمعنى الكلمة، مش عارف، بيضرب ضرب اسود. 183، 183 ايه الكي اللي اعلى منها؟ ال 186. طيب يبقى احنا هنلعب في البي 3، البي 3 مكونة من 184، 185، 186. طيب انا طبعا هرتبهم لان هما مترتبين فلازم ارتبهم، فانا هضيف ال 183 هنا. يبقى 183، 184، 185. طب ال 186 هتتحط في الاوفر فلو اريا، يبقى الهايست كي هنا بقى كام؟ 185. وهنا يبقى والاوفر فلو اريا اهو، دي البلوكس بتاعت الاوفر فلو اريا، طبعا بتتحط من تاني، وهحط معاها
وازود عليها البلوك كده فين. هقول له هنا 186 حطيتها في الايه في الاوفر فلو. طيب في حاجه هنا هتحصل، ايه هي؟ المفروض ان انا دلوقتي دي هيكون اسمها دي 3. حلو تمام. المفروض دلوقتي لو انا هكتب ايه هو الهايست كي، فالهايست كي 190. حلو اهو. طيب هايست كي 190. طيب ال 190 دي متخزنه فين؟ في V2. رائع. انا دلوقتي ضفت ريكورد جديد في الاوفر فلو اريا يخص السلندر دي، يخص البلوك ده اللي هو البي 3. فالمفروض ال 186 دي اقول له عليها ايه؟ اقول له ان ال 186 دي مرتبطه بالبي 3، مرتبطه بالجزئيه اللي فيها ال 190. فالمفروض اقول له ان دي طبعا ال ماينس 1 ماينس 1 الخانه دي او الكولوم ده يشير انها دي مربوطه بانهي جزئيه هنا، انهي جزئيه من هنا. تمام. فانا بقول له ديت مربوطه بالجزئيه بتاعت ال 190. ليه؟ لان ال 190 انا لما جيت عدلتها لو فاكرين فكان التعديل بتاعها موجود في البي 3. تمام. فانا دلوقتي حبيت ان انا اضيف ريكورد كمان في البي 3 اللي هو في الجزئيه الثالثه اللي هي هنا. تمام. فلازم احط الرابط بتاعها اقول له دي بتنتمي ل في اي في 2. طيب وهنا اغير بقى القيمه اللي هنا برده فاخليها في 3. معنى كده اللي انا بقول له ايه؟ بقول له روح على الفي، بقول له الهايست كي في الاوفر فلو اريا اللي هي بتاعت رقم البي 3. تمام. بقول له ب 190. حلو. فيجي في اللوكيشن رقم كام؟ في 3. فيروح على الفي 3 لان فيها 186. طب ما ال 186 دي مش هي الهايست كي. فلما يروح على في 2 اهي، لان هو بيمشي بقى لينك عباره عن لينكد ليست عباره عن سلسله، يروح على في 2 اهو فيلاقي ان في 2 فيها 100 فيها 190. معنى كده ان فعلا الهايست كي بتاع 190. طيب قال لك اعمل لي ديليت لكام؟ 1 7 8. هنحط نفس الاشكال دي بالظبط. ماشي. ايه اعلى رقم بعد ال 187؟ مفيش. هي دي اللي هي اعلى رقم. طيب معنى كده اللي انا هلعب في البي 1 اللي هي الجزئيه دي. ماشي. انا كده هنا في البي 1 اهي مسكتها لقيت فيها ال 187. فكده المفروض عشان اديله انديكيت او اديله مؤشر اللي انا عملت مسح لل 178. تمام. بشيل الرقم واحط بداله حرف ولنفترض اكس. معنى كده ان هو اتمسحت. تمام. طيب بغير بقى شويه داتا. ايه هي انا دلوقتي شلت ده، انا لعبت في اخر جزئيه، في اخر جزئيه دي تعتبر كام؟ الهايست ايه؟ الهايست كي. طيب فالهايست كي هنا لما جيت شلته، حلو، المفروض يغير الهايست كي اللي في الاندكس. تمام. يبقى ديت المفروض تكون 177 وهنا هي 77. لان احنا هنا قلنا ايه؟ ان انا عندي دلوقتي الاندكس بقول له ان اعلى رقم هنا دلوقتي 5. طب انا دلوقتي جيت شلت الخمسة خالص مسحتها بقاش في 5، يبقى الهايست كي المفروض يتغير يبقى كام؟ 3. بس وكده بالنسبه لي اكون خلصت الست مسائل كلهم بتوع الفايل اورجنايزيشن اللي هيجوا. الست مسائل دول خلينا نتفق ان هيكون عليهم ما يعادل 30 درجه او 26 درجه مضمونين. اتمنى الناس تحلهم كويس ويتاكدوا ان الدنيا تمام، ولو في اسئله يا ريت تتحط في الكومنتات. شكرا.